ونبدأ نشرتنا مع اتحاد الكرة اللي أعلن تعيين أسامة نبيه مدير فني لمنتخب 2007 وشريف عبد الفضيل مدرب عام ضمن القرارات اللي أصدرها اتحاد الكرة. وضم تشكيل جهاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 محمد عمر عبد النور مدرب مساعد وإبراهيم عبد الجواد مدرب حراس المرمى. كمان أسند الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة تدريب منتخب 2009 لحسين عبد اللطيف وبيعاونه عبد الستار صبري في منصب المدرب العام وأمير عبد الحميد لحراس المرمى وكريم أيمن مدرب مساعد. محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك بدأ عملية التأهيل من الرباط الصليبي وفق البرنامج المخصص له من طبيبه المعالج وتحت إشراف الجهاز الطبي للنادي. بعثة الأهلي وصلت غانا استعدادا لمواجهة ميديامة الغاني يوم الجمعة اللي جاية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. منتخب تنس الطاولة سيدات اتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للفرق في كوريا الجنوبية بعد فوز منتخب سيدات تنس الطاولة على منتخب تشيلي في مباراة دور الـ 32 من البطولة بنتيجة 3-0. وريال مدريد الإسباني أعلن عودة حارسه البلجيكي تيبو كورتوا لخوض تدريبات الجماعية للمرة الأولى من أوائل شهر أغسطس اللي فات بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي خلال تدريبات ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الحالي. ونادي النصر السعودي تأهل لربع النهائي لدوري أبطال آسيا بعد ما كرر فوزه على فريق الفيحاء بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب الأول بارك ضمن منافسات إياب ثمن نهائي البطولة. كمان فريق ليفربول فاز على لوتونا تاون بنتيجة 4-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي. وتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة وتواجد فريق لوتون تاون في المركز 18 برصيد 20 نقطة. كمان نادي أرسنال الإنجليزي خسر أمام فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بينهم على ملعب الدرجاو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبتقام مباراة الإياب يوم 3-12 مارس على ملعب أرسنال. فريق نابولي اتعادل مع فريق برشلونة بنتيجة 1-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب دييغو أرماندو مارادونا وده ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.